ممثل وفنان استعراضي ومبدع في اكتشاف النجوم وفي تقديم الألحان بطريقة مختلفة. هو ملحن لكنه سابق عصره، كان مختلف، كان دايما بيقدم السعادة والبهجة من خلال ألحانه ومن خلال أدائه كمان. كان الوجه المبتسم على الشاشة منير مراد. حبيب القلب، طبيب القلب، بقيت حبيب القلب، يا فايتني ونسيتني ما داويتني، يا فايتني ونسيتني ما داويتني. نشأ منير مراد في بيت فني، والدته كانت بتعزف على العود، والده هو زكي مراد، وأخته طبعا هي ليلى مراد. كان بيحب جدا انه يلحن، وكان بيحب ان هو يؤدي الأغاني بصوته بطريقة مختلفة. بدأ ان هو ينتهز اي فرصة علشان يمسك العود ويعزف امام كبار المطربين والملحنين علشان يلفت نظرهم. في فيلم يحيى الحب كان من تمثيل محمد عبد الوهاب وليلى مراد. في الوقت ده وقف منير مراد في اللوكيشن ومسك العود وحاول انه يعزف مقطوعة من موسيقى عبد الوهاب في محاولة. كان منير مراد محب للفن، لكنه كان في الوقت ده في البداية بيدرس في الجامعة الفرنسية، لكنه كان بيحضر كل اللقاءات اللي كان بيحضرها والده أو أخته وبيكون فيها فنانين وعازفين، وبدأ فعلا أن هو يتجه للفن لكن بطريقة مختلفة. اشتغل مساعد مخرج لكبار المخرجين، عمل كمساعد مخرج لمدة أكتر من 15 سنة. من الحاجات اللي كان مميز فيها منير مراد انه كان بيخلي الممثل يؤدي كأنه مطرب. يعني سمعنا فاتن حمامة وهي بتقول الو الو احنا هنا، الو الو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة، الو الو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة، بارك لنا وهات لنا احكي له ازاي احنا تعبنا واخدنا مية على مية، وقولي له كمان ازاي جبنا كل الدرجات النهائية. خدنا سؤالين في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية، سؤال أين تقع في الخرطة أوروبا، جيم جواب تبقى على شمال كوبري القبة، سين سؤال فين صحراء مصر الغربية، جيم جواب بعد الرد هوس بشوية. وعرفنا كده كده من نفسنا من غير ما حد يقول لنا، ألو ألو إحنا هنا
الو احنا هنا. منير مراد كان عاشق للموسيقى وكان ليه رؤية مختلفة، يعني كان بيمصر الألحان. سمعنا اللحن السوداني في أغنية يا حبيبي عود لي تاني عود، قدمتها شادية. كمان سمعنا الميكس الفرنساوي والياباني والأسباني في قلبي غاوي خمس قارات. سنين من العمل في الفن قدم منير مراد مع أخوه إبراهيم مراد شركة إنتاج، وأنتجوا فعلا فيلمين. الفيلم الأول أنا وحبيبي كان بطولة منير مراد وشادية، الفيلم الثاني كان بطولة سعاد ثروت وبرضو منير مراد، فيلم نهارك سعيد. الفيلم ده كان فيه مجموعة من الأغاني، كمان كان فيه استعراض مختلف، استعراض ماتش الكورة، خلينا نفتكره مع بعض. حضرات المستمعين افتحوا يلا الراديو أوام، نحن الآن بنذيع على موجة طول 11 كيلو جرام. نعمل ايه هي اللي حيلتنا، اصل المجبة غالي تمام. يا حضرات المستمعين وانتوا يا اصحاب الشنبات، طبعا رحتوا كتير حفلات بوكس وكورة وملاكمات، ان كان لا وإن كان عالحالتين خدوا بالكم معانا. حوصف لكم حتة مباراة بين الأهلي والترسانة. ألحان منير مراد كانت مختلفة، كانت بتتميز بالخفة والرشاقة. يعني إيه لحن يبقى خفيف ورشيق؟ هو ده اللي احنا كنا بنحسه فعلا في أغاني كان ملحنها منير مراد. يعني فعلا أغنية محمد رشدي اللي كتبها حسين السيد وتراقصت عليها نجوى فؤاد كانت رشيقة وخفيفة، أغنية كعب الغزال. انا شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال، انا شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال. ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال. كعب الغزال كان الحن بدم الغزال، كعب الغزال كان الحن بدم الغزال، كعب الغزال كان الحن بدم الغزال، كعب الغزال كان الحن بدم الغزال. أنا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل، ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل؟ اترك مكة روح تشغلهم ويوم نادي، اترك مكة روح تشغلهم ويوم نادي، ونسيت مواويل بقيت انت لوحدك موال، ونسيت مواويل بقيت انت لوحدك موال. ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال. الحلوة ساعات تهرب في اليوم سنتين، وساعات بتقرب وتعوض سنتين في يومين. هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين، هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين. ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال، ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال. ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، لا يقوم زلزال. منير مراد يعني أنا مش عارفة الحقيقة هو اللي كان محظوظ لأنه لحن أغاني لعبد الحليم، ولا عبد الحليم اللي كان محظوظ لأن منير مراد لحن له أغاني.
مجموعة من الأغاني عمل مشترك ما بين عبد الحليم حافظ ومنير مراد، طلعت لنا مجموعة من الأغنيات الخالدة، طبعا ألحان منير مراد مميزة وأكيد صوت عبد الحليم مميز، لكن لما اجتمعوا مع بعض أخرجوا لنا يعني روائع فنية نعرف منها أغاني وحياة قلبي وأفراحه، الأغنية اللي بتذاع كل سنة في كل بيت مع نتيجة الامتحانات، كمان بحلم بيك بكرة وبعده، كمان الأغنية المفعمة بالنشاط والحب والحيوية وخفة الدم، أغنية ضحك ولعب وجد وحب. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب، عيش ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير، ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير. عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول، عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول، افرح ارقص غني قد ما تقدر، عيش دي اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش، افرح ارقص غني قد ما تقدر، عيش دي اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش، عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب، عيش عيش أحلامك، عيش بالروح والعين والقلب، عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب، عيش أحلامك، عيش بالروح والعين والقلب، عيش أيامك عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش أيامك عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب. من الروائع الفنية المميزة اللي جمعت منير مراد بشادية مجموعة من الأغاني المختلفة، مختلفة في أحاسيسها، مختلفة في كلماتها، لكن الألحان خلتها كمان معبرة جدا. من الأغاني اللي لحنها منير مراد لشادية إن راح منك يا عيني، أغنية شبك حبيبي شبك قلبي، أغنية سيد الحبايب يا ضنايا أنت، كمان يا دبلة الخطوبة، ويا سارق من عيني النوم، إن نمت دقيقة تصحيني، شادية ومنير مراد. يا سارق من عيني النوم، إن نمت دقيقة تصحيني، وبقالي كام ليلة ويوم، يا سارق النوم من عيني، كتاب
كتاب واتنين واتقلب على الجنبين وكل صفحة طويها ألاقي صورتك فيها وكل كلمة أقراها ما تفهمش إيه معناها. من الاستعراضات الرائعة جدا اللي قدمها منير مراد للراقصات، استعراضات قدمها لسامية جمال، لنعيم عاكف وتحية كاريوكا. من هذه الاستعراضات اخترنا لحضراتكم استعراض أكلك منين يا بط. الرجل الثاني كان بطولة صباح وسامية جمال ورشدي أباظة، غنت فيه صباح مجموعة من الأغاني الرائعة جدا، لكن الأغنية اللي كلنا كنا مستنيينها تخلص وخايفين لا تخلص أغنية عطشانة. الأغنية دي كانت من ضمن أحداث الفيلم، كانت بتغنيها وبتحاول تطول فيها لغاية ما البوليس يجي، وده اللي حصل فعلا، وقدرت أحداث الفيلم تختلف تماما بعد ما صباح غنت أغنية عطشانة. الأغنية دي بقى كانت من ألحان منير مراد. حلقتنا النهاردة من الليلة طرب كانت مجموعة من الألحان العميقة جدا، الخفيفة جدا وخفيفة الظل كمان، لأنها كانت من إبداعات الرائع منير مراد.